بس وخير يا ولدي، ما تخافش بقدرة ربي نحن ليها. يلا يا سيدي، عنا توا بالضبط أصل، مش أصل حكاية ربي، عنا توا حكاية باش نحكيوها شدت انتباه التوينسة شوية في بيريود معينة، بعد خرجت فيديو. دونك برشا منكم شافوه الفيديو هذايا، فيديو أم التلميذة مهال القذقاذي اللي توفيت الله يرحمها وين عامة بنتي صغيرة مسيكنا بعد ما جرفتها مياه الفيضانات وهي مشية تقرأ. وليدة مهي تهمت الشيخ محمد بن حمودة انه استغل وخذا باسمها فلوس وما حبش يعطيهم الفلوس هذوك اللي عطوهم له بيان سور ناس اخرين معناه تبرعوا بهم للعائلة هذية، واكدت انه الشيخ بن حمودة زاد كيف كيف ضرب رجلها ومعناها عنفه. بالنسبة للناس اللي ما سمعتش الفيديو نسمعوكم اهم تقال فيه. هذا يا سي حمودة، الشيخ بن حمودة يشد راجله يعمل له هك، كانش ما راجلي هم جايبين معاهم صحاب يصور، كانش ما راجلي يشده من الخنية ولا يعارض ولا خاطر راجلي مريض بالعصا ينجم ينفع في أي ساعة، ينجم ينفع عليه يعمل حاجة عادية، يضرب فيه هكا بالكف، يضرب فيه هكا بالكف، وقت يجي يضربه هو بالكف يدور الولد اللي يصور بالكاميرا يلفت الكاميرا، وقت اللي يكمل هو يضربه هكا ويحبه هو كي يتعلم يعمل عليه مشكلة يلفت الكاميرا هذاك يصور. الشيخ بن حمودة يقول له نشكي بيك الربي حقي اللي كلت اساسه بيا، الشيخ بن حمودة ضي اساسي بيا اساسه بيا من بقعه لبقعه هم يطلعوا معناها يربحوا بيك بالفلوس، يلموا بيك بالفلوس، فلوس فلوس فلوس، معناها الحفله اللي عملوها لموا منها فلوس قدام راس العيم بن هيرات، معناها حفله تكريم عملوها في المنزه والمدخول هذايا قالوا راهو الامه هالقلقاضي، معناها نعبوا لي كرشي بالفعر. هذا كان كلام أم مهي القذقاذي الله يرحمها ونعمها. دونك باش نشوفوا حقيقة الاتهامات هذية وشنو اللي صار بالضبط، باش نفهموا الشيء هذا مع الشيخ محمد بن حمودة في شنو الحكاية. دونك باش ناخذوا الشيخ. ألو ألو، مرحبا مدام وجيه. مرحبا بك شيخ محمد بن حمودة، شنو حوالك؟ الحمد لله، تحية ليك وتحية لمستمعي إيفام ونتوانسة الكل. ربي فضلك إن شاء الله تكون بخير وفي صحة جيدة. المرة اللي فاتت خليتك تعب شوية، الحمد لله لباس، نزلت مريضة شوية وإن شاء الله لباس. لا لا اسم الله عليك، اسم الله عليك، يفضلك. قل لي يا شيخ والله شنو الحكاية هذه؟ هو فيديو صوره واحد اسمه صابر، ديجا هبط فيديو البارح يعتذر فيه. ولكن احنا انا ومدام سلمى بكار احنا قررنا انه المسألة يعني ناخذوها تاخذ بعد قضاء. ايوه بها القضاء، خاطر مش باهي، اتقي شر من احسنت اليه. مش باهي الكذب والادعاء بالباطل والبهتان والافتراء، خاصه على امراه كيما مدام سلمى معناها 75 سنه مش تعب باش تقعد تتعرض لحاجات كيما هكا، وهي الشيء اللي عملته الا انها حابه تعاون حابه تعمل خير. لا ومعروف على سلمى بكار انها ديما تعاون وانا عندي 20 سنه في الايمان، مش يوم نجي نضرب العباد ولا نضرب بو طفله معناها ماتت الله اعلم بحالتها كيفاش، باش نجي ونهز معايا زوز من الناس يصوروا بالكاميرات ونقول لهم كي مش نضربوا بعد وانتم الكاميرات وبعد رجعوهم معناها، ومعايا معتمد ومعايا شوفير معتمد ومعايا سته ولا سبعه من الناس معناها باش نقوم انا، وانا في حالتي المرضيه هذيك مشيت. اي يعني انا ديجا استنفخ عليها طرحني وقتها. لطف عليك. معناها السكوب والله اللي كنت سبيسيال، احنا قررنا باش نتعداو في مع حمزه البلوم ان شاء الله. مرحبا بيك، مرحبا بيك شيخ، احنا نحبوا ديما نوضحوا. والشعب التونسي ما هو لازم توضح الناس كل بصوت فوالا، خاطر عندنا كل شيء احنا. اي المهم انا لقيت حتى ملي ما مليت ما لميت حتى تبرعات من عند اشخاص اللي تحكي عليه هي نفسها اللي في الهدار، وكلمت دار الديكور باش يكملوها لها. ايوه ومعايا الشهاد ومعايا كل شيء، وعمري ما قلت لها انا دار الديكور شنو فلوس، دار الديكور يعرف كل شيء. أي. والمهندس اللي معايا احنا مشينا بينا دار، رحت نجد كبيره برشا السيد ولي جندوبه والمعتمد فرمانه زاده الناس هذوما والاهالي فرمانه كيف كيف اللي هما وقفوا مع الحق. والناس الكل باش تعرف كيفاش مدام لطيفه هذه تاجرت بدم بنتها وبنات ثلاثه ديار هاسكوب فيكم انتوما، واحنا ثلاثه ديار تحكي عليهم، هي الفلوس تحكي عليهم هما زوج ملايين نتاع حفله تونسيه. اي لا لا يا ليت الحفله هذيك فاشله، ما نجحتش يا بنتي، بعنا ثلاثه كرميات. الحفله هذيك اصلا انا قلت
هي حفلة رجال المدينة على أساس نعطيه جزء من المداخيل، ما قلناش حفلة للمهاجر القاضي. ديما هكا ديما تم هكا الشيخ، ديما تم هكا حفلات باش نعاونوا بيهم العائلات معه زي معروفة الحكاية. هي هو نخلصوا العباد ونخلصوا السعنة واحد وبعد مصاريف وراها بالطبيعة. تخيل أنت 70 عنصر وحفلة ودنيا وماتريال ومختار في الكل وتبيع 70 تذكرة معناها في دونك ما دخلتش فلوس فيها، ما دخلش فلوس 3000% اللي دخلت انا وفما شخص دخل معنا في الحفلة وهو ربي يبارك له ربي يعاون ويبني الدار هذيا وكل شيء بالفاتورات وكل شيء مرقل. قلت فما مطربة عطات الزملايين نعطي الصحة لكن بنينا الدار قلت لها في بالها راهي بيهم الزملايين هذوما وتعرف اللي الزملايين موجودين عندي معناها ما نخبي حتى شيء معناها مش تو انا باش ناكل نتاع الناس انا ولا باش نعمل حاجة انا اصلا عندي حب كبير للشمال الغربي اذا فقط اللي عايش في الشمال الغربي وحياتي كان نعمل خير مش اليوم باش نجي انا نفسد طبيعتي على على زوجة الزملايين هذوما في بالها بيهم على اساس انا شنو نويت تبني الدار وبعد نعملوا لها وهي نحاول كيش ندخلوها في اللي فيه غادي تخدم ونبصة أيوة ونزلها يحفظ يعني هيك وشوية ملاوي وشوية حاجات كما هكا مشروع صغير معنا مشروع صغير هكا نعمره بيه معنا نزيد نحاول وش كيفاش نزل ما راعني إلا دخلت على خط مدام سلمة تبني في دار واحد أخرى شرط نحكيوها بالتفاصيل هذي اللي في الكل كنت السيدة مولدت الفلوس قلت لها راهو هكا وهكا وهكا اسك تعطيهم انت الفلوس نتاعك قالت لي لا فما شخص اخر في ترمينة غادي من ترمينة بشوية كل صغير يقرا في مدرسة ووجهه محروق مسكين وبشي تعمل بشي يعمل ماسك قناع مع اما كثير نمشيو له بهم ماسك السيدة هذيك ولا نعطيها 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 الماسك باهي امانة مش نتاعي انا مش مش انا يا اخي ردتهم 30 مليون ولا نسيت يديها وما الى ذلك من الحاجات هذيك المهم السيد اللي صور الفيديو اعتذر احنا باش نقاضيو كل الناس اللي سطر حاحت اللي نشرت الفيديو من غير ما تثبت معناها فما يعني محمد الحموده معروف في تونس مادام سلمى بكار معروفه اكيد معناها نوع مرنا ماهيش باش اي ما مش صعيب لاي واحد باش يلقاه بالطبيعه يعني اخي صحيح الكلام ولا لا ثبت على الاقل مش هيك معناها سكين في التهم وفي السب وفي الحكايات وخاصه مادام سلمى معناها ما تهونش مراه كيما هذيك وانت تعرفها بالكلام لا نعرفها مليح ونعرف بالحق معناها تحط جهدها نهد كبدها باش تعاون والله تمشي وطلعنا في السعدة في الواحد وتعرف انت قلبها وتعرف وغيرها ومريضة هي بيدها سلمى زيدة تتك عليا وفي الاخر اتقي شر من احسنت اليه علاش وصلنا الاتهامات انها ضرب وواحد بخلف الفلوس شيخ يقولوا كذب يقولوا كذب باي من الاخر بنسبة 3000% ما في حتى شيء صحيح وهذا راجع حسب رايك انت للوالدة والا راجع للشخص اللي عمل الفيديو معناه تحس اللي فما مؤامرة الفيديو اعتذر الله اعلم انا توش نتبع المسألة قضائيا وكل من يثبت انه فما حكاية وراه ولا بشي كشف عنه البحث باش اتربيع من نيرا والواجه في دير والمعتمد في دير وما نمشيوش هكاك احنا معناه ولا تحت الحيط ولا هزين ورواحكم وهي ماشي نوحدكم اي اي معناها المرات اللي قابلتها فيهم ومعايا ديما معايا زوج ثلاثة اشخاص عمري ما نمشي وحدي وشيخ حكيت معاها بعد ما هبطت الفيديو حكيت معاها الام بربي كلمتها سالت عليش حكيت معاها قبل لا لا حكيت معاها قبل حكيت معاها بعد ما هبطت الفيديو ما اتصلتش بها لا لا ما عادش تكلم فيا لا هي لا رجلها معناها داكوغ وفي الاخر انا راني حالتي النفسيه معناها وحالتي المرضيه في بالك بها وزاد معناها حالتي النفسيه وعائلتي واولادي وصغاري واخوتي يقولوا كيفاش معناها رزمون الناس تعرفني معناها يا ربي الواحد ما عنده ما يخبي معناها في هذاك هو ويظهر عليه العبد اللي ياكل فلوس الناس باش يظهر عليه بين شخص يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى اي الحق فيش يظهر الباطل والكذب مهما يطويل ديما حباله قصيره انا عشان ربي يفرج عليها عشان ربي يشفيها اذا كانت مريضه واذا كان لبس عليها وعملت هكاك باش تخاف فلوس الدو كونت اللي عملتهم هي والثلاثه ديار اللي بنيتهم مش انا حاسدها فيهم راه هي تعمل لي توصيه فما فيها انسان باش تشوفوه الشعب التونسي تقول لي انت حاسدني انا ما نفسد فيك لاباس انا فما اخي اولى علاش تاخذ انت كل شيء تقول لي لا ما عطاني ما مشيت لحد هما جاوني هما جاوك خاطر وريت تكوخ ما ورطناش الدار اللي عملتها نسمة ما ورط عملها خليل تونس ما ورطناش الارض الاخرى كل واحد وريه بلاصه فيها طرف سماج وتقول له ما عطاني حد
هنا قبلها بنهارين يكلمني بالتليفون يقول لي اللي انا كعبه حلوه ما جا بالي حتى مسؤول بكين يعني معناها حسيت عليه وشكون ما حبش ما في تونس كنا تشوينا وتشوشتنا عليه كيفاش انا نجم نعاون بحاجه وما نجمش نعاون وما نمشيش يا اخي مشيت نلقى نفس الكلام اللي قالوا لي انا واللي قالوا اي شخص هو بيدو عاودوا له رئيس وكل شيء هو قايس عليه ما جانا حد وما عطانا حد قلت له انا قلقونا فما شكون بيري دار مش لي انا كشخص معناها انا ما انا كما قال وصلت خير ولكن الدالو على الخير الكفائي لكن المصيبه اللي فما عباد تبارتاج الشيء هذا وتكيل التهم وتبدا تحكي لكم اوفير وفرحانه باش يحيوا الباج نتاعهم وما يمشيوش يسالوا معناها ما يكلفش ما يتقصوش وهذا راهو يعقب عليه القانون كي يقول لهم كي يقول لهم معناها عادي معناها اعمل زيد من العباد و انا يا لله معناها داري محلوله وانا الكونت تاعي الناس كل تعرفه وسيد الرئيس يحب يثبت يثبت والشرطه يثبت واللي يحب يثبت الكل اسكو انا خليت فلوس مع عند عباد ولميت تبرعات ولميت 30 مليون تحكي عليهم ونجي نكتب عليها نقول لها باش نعطيهم الدار ديكور كان وين نخدم انا نخدم في كاكتوس ولا الحوار ولا التاسع ديكور كلهم يعرفوني وانا نعرفهم ومعناها غدوه باش نجي نتقابل نقول لها هذا يجي واحد تشوف كذب تشوف تلقين ابسط واحد يتفرج في الفيديو هذاك يفهم اللي فما حكايه ماهيش ما يشارك على بعضها معناها ايه شريك صحيح على الاقل واحد يكذب يكذب بشويه مش قالك بالكف ويدور الكاميرا يعاود يرجع في كف اخر باش نستفز نستفز فيه علاش؟ انا قلت له علاش عملت هكاك هكا علاش؟ بربي كيف هبط معناها التكذيب على اي اساس معناها هبط يعتذر على اي اساس هبط يعتذر على اي اساس اي قدام سلمى كلمته قال لك انا لا غالب وهذيك مظلومه وانا تظلمت هو مظلوم الجيش مطرد حاسينه عنده حكايه هو قال انا كي شفتها وحسيت بالظلم واهلي فرمانا مظلومين ايوه ما حطيتش اللي هي تكذب معناها ولا تعاطف هكيكا معناها تعاطف من غير ما خمم من غير ما سال وانك تركب كلام نوع اخر أيوة. هو صحافي سامحني هذا يا شيخ نعم هو صحافي هذا ليه عسكري مثلا اي معناها ما يلزمه ويحكي كيفاش تظلم هو على قصته ما هو احترام قال انا انا نعتذر اما وين تعتذر مره طلع لها 20 دم وخلف المشاكل الاخرى معناها مستحيل تعرف يعطيك الصحة شيخ محمد بن حمودة بارك الله فيك على التوضيح هذية أنا أول حاجة نقول لك إن شاء الله باللطف على صحة بدنك وسيسنا روحك عايش الحمد لله لباس لبس ان شاء الله لبس اكيد 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 احنا والله حبينا من الاول مادام سلمى قالت لي ما نعملوش فيديو ما نعملو حتى شيء عندها تو كذا جماعات الحكايه راه ريان كو قلنا العباد تو الناس يقولوا ما عادش عنده خير اي والله بالضبط العبد زوالي يحب يكينو ويشعف ولا كيف ما تولي عباد تولي تقول انا كيفاش نعمل خير في الناس كيما هكا أكها وألا يهدي يعطيك الصحة شيخ هذايا رد الشيخ محمد بن حمود على اتهامات وليدة مهال القذقاذي كما كنتوا تسمعوا هبط حتى